طيب شفتوا حضراتكم الأرقام اللي طلعت صح؟ نعيدها تاني عشان التكرار بيعلم الشطار. نطلع الصورة تاني يا جماعة ونثبت هنا بقى شوية. متوسط دخل الفرد في بريطانيا اللي الناس بتقول لك انه البنزين فيها بيغلى يا جماعة والتضخم، 35,500 دولار في السنة. الولايات المتحدة متوسط دخل الفرد 94,700 دولار في السنة. الإمارات العربية المتحدة دخل الفرد في السنة 77,500 دولار. السعودية 27,200 دولار. قطر 64,700 دولار. عمان 12,600 دولار. البحرين 25,000 بس من غير دولار، 25,000 دولار. طب مصر بقى، مصر بقى يا جماعة بتوع غلاء الأسعار، وإحنا المعدل الأقل 3,800 دولار في السنة. عارف عادل إمام لما كان بيقوله في الشهر قال له لا في السنة، أو بالظبط كده. فأنا أتمنى كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، الصورة دي هتلاقوها موجودة على السوشيال ميديا في مكملين، وعلى صفحتي على فيسبوك وعلى تويتر، خدوها حطوها في التعليقات لليوم السابع. أي حد يقول لك أصل أسعار بريطانيا كام، أصل أسعار، مش يقول له بقول لك إيه، بطل كلام فارغ وخد الصورة دي اتفرج عليها وتعالى كلمني. يعني عارف اللي يكلمك ويدخلك أصل تركيا، أصل التضخم، أقول له بقول لك إيه، أنت متوسط دخل الفرد كام يا مؤمن؟ بقول لك 3,800 دولار في السنة. في السنة اقسم على 12 يطلعوا كام دول؟ اليوم السابع يا جماعة والله إعلام أحمد سعيد ده ما يصحش، ما ينفعش. أوقعنا 600 طيارة، إحنا داخلين تل أبيب والناس تهلل في القهاوي، ما فيش الكلام ده، إحنا موجودين الحمد لله، طالما فينا نفس لسه وفينا لسه صوت بيطلع وفينا لسه صحة وقوة إن إحنا نيجي الاستوديو ونطلع في مكملين ونتكلم. الكذب ده مش هنعديه، الفجر ده مش هنعديه، التضليل والضحك على الناس مش هنعديه، لانه ما ينفعش. يعني على الاقل قدام ربنا حتى نقول له ان احنا طلعنا نقول الناس الحقيقه، ما ينفعش تعرض لهم زاويه كده من الصوره وتقول له هي دي، لا خدوا حضراتكم الصوره كامله وانتوا تحكموا في الاخر. طيب تعالوا نرجع للاتصالات بقى، ونبدا بمجموعه كبيره من المتصلين، محمد وفؤاد وحسام وخلف واشرف وسعيد، ونبدا بمحمد من مصر. اهلا بيك يا محمد. طيب اهلا وسهلا، كل سنه طيب يا دكتور. وانت طيب يا حبيبي، شكرا. الله يخليك. هي الموضوع يا دكتور اسامه مش موضوع بنزين بس، هو اللي باصص لموضوع البنزين ان هو غلي بس، لا ده معلش ده وجهه نظر قصيره دي كده. انا لو راجل عندي هفتح مصنع في مصر يا دكتور اسامه واجيب لي 20 عربيه، الموضوع كاوتشات وزيت كل ده غلي، كاوتشات في مصر في كاوتش عربيه بقى كان بسبب تعويم الدولار، واللي بيقول الدولار بيقول 2 دولار لتر البنزين ب 40 جنيه. طب ما انت اللي عومت، هو انا اللي عومت، ما كنت خليته ب 8 جنيه كان هيبقوا 2 دولار ب 16 جنيه. انت اللي عومتي من فشل اقتصادي مش من انا. انت بتحملني نتج خطا اقتصادي عندك انت مش عند انا. انت عمرتك ملهاش لازمه زي ورق الكوتشينه زي ما انت قلت دلوقتي. الموضوع يا دكتور اسامه دلوقتي انا الصبح هنزل، انا شغال مثلا بورد حاجات بعربيه الجاز، كل السواقين بعتت لي الاسعار، مش هنفع نورد، مش هنفع نشيل الحاجه لما تعدي الاسعار. ليه بقى؟ ممكن تشرح لي دي شويه خلي. عشان انا قلت الكلام ده في الاول، قلت يا جماعه الموضوع مش بنزين، استنى بس، قلت الموضوع مش بنزين بس، الموضوع ده هينعكس على كل حاجه في مصر، فواحده واحده كده اشرح لي طبعًا. ليه ده حصل معاك؟ حلو تمام يا دكتور اسامه. انا دلوقتي عندي عربيه بتشيل لي رمله مثلا من حته فلانيه بالجاز، مش الجاز غلي غلي حضرتك امبارح 50 قرش خلاص. طب ما هو في 1000 لتر ب 500 جنيه هيجي يقول لي انا عاوزهم، هو انا مين اللي هيشيلهم؟ هو اتصل عليا بامانه، اتصل عليا وقال لي كده، قال لي خلاص انا هقف لحد ما تشوف هتزودني ولا مش هتزودني. انا بيقول لي كاوتش الاستيراد الدولار، احنا بنستورد الكاوتش، انت لما عومت الكاوتش عالي، ما هو بيستورده، زيت العربيه نفسه عالي، واخد بال حضرتك؟ السواق نفسه بيقول لك انا بقت الحياه غاليه عاوزك تزودني، كل حاجه بتغلى. الفراخ اللي احنا هننقلها بعربيه جاز، هي مش بتتنقل بعربيه، كانت بتتنقل مثلا ب 1000 جنيه بقت ب 1000 ونص، هتزود على مين؟ على التاجر؟ هو يحط من جيبه يعني؟ محمد والله انا بشكرك، انا والله بشكرك جدا جدا جدا، وسعيد ان اول مكالمه جت معاك يا محمد عشان تشرح لنا الموضوع بالتفصيل وبالبساطه دي، شكرا ليك يا محمد من مصر. اهو يا جماعه القصه مش بنزين بس، القصة ان الراجل بيزود بنزين، فكل حاجة بتغلى في البلد في ساعات، والناس عايزة تاخد فرق الفلوس ده، ما بتاخدوش من الدولة، هتاخده من الناس. فالراجل اللي كان بيدفع 500 النهاردة في حاجة هيدفع 1500، لان الفرق ده هيتحمل عليك انت كمواطن. طيب معنا فؤاد من مصر، اهلا بيك يا فؤاد. اهلا بيك يا دكتور، ما بعد التحية وكل سنة وانت طيب، عشان وقت البرنامج بالراحة عليا بالله عليك، عشان انا راجل كبير وجاهل ومش متعلم ومش مثقف زي حضرتك. انا عايز بس الخص لك الموضوع ده كله يا دكتور. انت في دوله يا دكتور مستني منها ايه؟ دوله فيها نائب عام
ضد العام، نائب عام علشان يجيب حقوق الناس ضد الناس وبيحبس الناس، فيها وزير عدل يا دكتور ضد العدل، دولة فيها وزير عدل ما يعرفش حاجة عن العدل، الشعب يا دكتور خلاص ولا والله خلاص، الناس بقت خلاص مش بس تتكلم نفسها، والجرائم اللي بتحصل والقتل اللي بيحصل والمصايب اللي بتحصل دي ما هو بسبب الغلاء وبسبب البلاوي السودا اللي بتحصل في البلد دي بسبب الغلاء. وفي حاجة يا دكتور والله العظيم أنا بعشق تراب البلد دي ورب الكعبة بعشق ترابها وبحبها جدا، أنا بدور على أي سفر أسافر أي دولة أنا وعيالي وولادي، أنا راجل مبسوط الحمد لله، بس مش طايق أعيش في البلد وخايف، خايف بكرة إيه اللي يحصل لي وإيه اللي يحصل لعيالي، ما عادش في أمان في البلد خالص، أقسم بالله العظيم اليوم اللي بيعدي عليا بقول الحمد لله إن هو عدى سليم وعيالي حواليا، أنا بناشد أي حد ياخدني أي دولة، وأقسم بالله العظيم نفسي أهرب من البلد دي رغم بعشق ترابها وبحبها، وما بحبش أي دولة في العالم غير مصر، في نفسي أسافر وأروح أي حتة مش عارف أروح فين. بشكرك جدا يا فؤاد، بشكرك جدا، يعني أتمنى والله إن ربنا حقق لك أمنيتك وتخرج أنت وولادك ومراتك من البلد دي أو حالها يتصلح، أيهما أقرب وأحسن بالنسبة لك يعني. حسام من أمريكا، أهلا بك يا حسام. ازيك يا دكتور اسامة؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ليه تعليق صغير بس على المحامي اللي رفع على حضرتك قضيه اللي اسمه احمد العطار ده، ان هو بيقول ان انت عرفت نفسك على ان انت قناه مصريه. انا الاول كنت بتفرج عليك من اليوتيوب، يعني بشوف اي بث مباشر وبخش اتفرج عليك. النهارده بفتح الريسيفر لقيت مكملين اصلا تحت البلد، يعني مصر، يعني في كذا بلد، لبنان، مصر، انت تختار مصر فتنزل تلاقي مكملين. انا ممكن حتى اديك رقم القناه. فانا سعيد جدا بالموضوع ده، و ان شاء الله هتابع حضرتك على التلفزيون على طول. ده يشرفني يا حسام والله، بشكرك. اتفضل. الثانيه، هم بيدوروا على فلوس يعني عشان ينموا الموازنه بتاعت الدوله، طب ما يجوا يعملوا اعلانات عندكم، يعني يعملوا اعلانات عندكم في القناه، الناس في مصر بتتفرج على المكملين اكتر ما بيتفرجوا على احمد جاموسه وواحد من غير شتيمه. ارجوك يا حسام من غير شتيمه. طيب كمل اتفضل. الحاجه الثالثه اللي انا عايز اسال حضرتك عليها، هو حسني مبارك كان ماشي البلد ازاي؟ يعني قعد سعر الدولار ثابت في وقت حسني مبارك مع كل السرقه والفساد اللي كانوا موجودين في البلد، قعد السعر ثابت عند 3.40 جنيه لفتره طويله جدا، يعني ما جالاش الا يمكن في 2005 طلع جنيه ولا حاجه، ومع ذلك البنزين والمشتقات البتروليه والعيش وغيره كان كل دول اسعارهم ثابته. طيب هو السيتي هو اللي اتقال نفسه، انت عملت ايه في البلد عشان توصل البلد للحاله دي؟ ان البنزين يوصل 11 جنيه للتر دلوقتي 95، والعيشه زي ما الناس بتكلمك كده مش طايقه اساسا تعيش في البلد، وناس بتقول انا عايزه 30,000 جنيه عشان اعيش في مصر انا واولادي وعيالي. ايه اللي السيسي اضافه للبلد عشان يوصل الامور للدرجه دي؟ ده سؤال مهم يا حسام. قروض اتضاعفت 3000 مره. عيشه بقت زي الزفت، جريمه معدلاتها احنا يعني ما بقتش بلد دي بقت. طب انا في واحد بعت لي من شويه يا حسام قال لي انه لا، اضاف الامن والامان، اضاف الكباري، اضاف المشروعات، وقال لي انه موضوع زياده الاسعار ده في ظاهره العذاب ولكن في باطنه الرحمه للمواطن المصري. باماره ايه؟ الامن والامان باماره ايه؟ باماره الناس اللي بتتخطف من بيوتها وبتختفي قسريا ومحدش بيسمع عنها لغايه ما تموت؟ باماره ايه؟ باماره الجرائم؟ طب يطلع لنا كده، طب لو راجل يطلع لنا كده احصائيه عن الجرائم في عهده، بس تكون احصائيه صح. اللي بيقول ان معدل التضخم عنده وصل 13.5%، انا اراهنك ان هو مودي ال 40%. بس الناس دي كذاب والناس دي ما بتقولش الحقيقه. والشعب هو اللي يستاهل زي ما قلت في المداخله اللي عملتها مع حضرتك من اسبوع، الشعب هو اللي يستاهل. بشكرك جدا يا حسام، شكرا يعني جزيلا. عشان نسيب بس المجال لاخرين، جالي رساله الحقيقه بتقول لي دكتور اسامه ليه لم تذكر فرنسا؟ انا معاشي 900 يورو شهريا، ايجاري 700 يورو، بتقول متوسط دخل الفرد كام؟ السولار ب 2.23 يورو، الناس بتتكلم على تعويم فرنسا، ما فيهاش تعويم، كل شيء غالي، لتر الزيت، الطعام 3.59 يورو، ولا يوجد مجال لسرد كل شيء، انتوا شايلين السيسي على راسكم ليه؟ انا عم مش شايل حد على راسي والله، يعني انا بتكلم على الشعب المصري وبتكلم على راجل بياخد قرارات غلط. لكن بمناسبه فرنسا، ما اعلمه يقينا يعني، واللي حتى بعت لاحد زملائي اللي الصحفيين اللي عايشين في فرنسا اساله حتى على اللي انت بتقوله، لان انا المعلومات اللي عندي هو اكدها لي الحمد لله، انه فرنسا بتقدم مساعدات اجتماعيه
للناس في أسعار البنزين، في فواتير الكهرباء، في النقل، وأيضا حافظت على مستوى تضخم معقول. يا جماعة الخير أرجوكم المقارنات مع مصر عشان تقول لي أصل فرنسا بتعمل، أنتوا بتظلموا مصر وبتظلموا نفسكم وبتظلمونا معاكم أن احنا ندخل في المقارنات دي. يعني أنا تماشيت مع اليوم السابع وحاولنا نعمل مع فريق الإعداد موضوع مستوى دخل الفرد عشان بس يقول للناس أن المقارنات دي لا في مكانها ولا أي حاجة خالص. فيعني أتمنى أكون رديت على حضرتك، وبشكر طبعا زميلنا اللي يعني أكد معايا المعلومات. معنا خلف من مصر، أهلا بك يا خلف. خلف معنا؟ طيب معنا محمد شعبان، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا، اتفضل استاذ. معلش بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هو السيسي رفع البنزين دوت يعني هو رفع عشان عايز يقرف الشعب وعايز يضغط الشعب ويتعبه، ولا دي حاجه خارجه عن ارادته؟ انت ايه رايك فندم؟ النهارده السعر العالمي بتاع البترول النهارده وصل كام؟ وصل كام النهارده سعر البترول العالمي؟ المفروض بينزل مش كده؟ السعر اللي السيسي رفعها بالظبط يعني هنقارنها بالسعر العالمي ايه بالظبط؟ ولا حاجه، مش مزاجه، دي حاجه خارجه عنه غصب عنه عشان يقدر العجله تفضل مستمره لازم يعمل كده، لازم احنا نتحمل حاجه بسيطه. مش سعر البرميل، غصب مش سعر البرميل النفط العالمي نزل يا محمد، مش ولا انا متهيألي يا مش اسعار. تعالى دلوقتي تقول لمواطن هتروح البنزينه مش هتلاقي فيه بنزين في موجود في البنزينه، هتقعد لك ساعتين اقول لك لا ده اللتر بنزين لو ب 15 جنيه محمد، يا محمد انا بقول لك بس بوقفش ثانيه واحده بس ثانيه واحده هيقول لك كده. هو مش سعر البرميل النفط العالمي مش نزل، مش سعره نزل ولا بيزيد ولا انا متهيألي ولا مش عايش معاكم في الدنيا؟ فضل ثابت على ان السعر ما نزل. السعر نزل، فالراجل بيعلي الاسعار ليه؟ طبعا عندنا هو مش ده مرتبط بالسوق العالمي. نعم. ولا انا متهيألي؟ ايوه تمام. طيب يا فندم البرميل كان كام؟ كان حاجه و80، دلوقتي وصل عدى ال100، وصل لحد 120، والدوله قعدت فتره مثبته السعر بتاع البترول في البنزين مع الناس عشان ما تضغطش الناس اكتر من كده، بس الدوله هتدفع ده كله منين؟ لازم تحافظ على الخدمه تفضل مستمره. طيب عشان تحافظ على الخدمه، عشان تحافظ على الخدمه لازم ترفع السعر، صح كده يا محمد؟ مش كده؟ عشان الدولة تحافظ على الخدمة وتوفر البنزين لازم ترفع سعره، ده رأيك صح؟ بالضبط. خلاص خليك معايا يا محمد. الدولة بتتبني في كل قطاعات. جميل 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 جدا. جميل جدا، دي وجهة نظر لطيفة جدا. خليك معايا محمد أرجوك. معنا أبو أحمد من مصر، أهلا بيك أبو أحمد. أبو أحمد من مصر معنا ولا لا؟ طيب محمد من مصر، أهلا بيك يا محمد. دكتور سامي ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا محمد، اهلا وسهلا. الو، هو غني غصب عنه، لاني القرض اللي هو واخده من الصندوق هم خلوه يغلب البنزين غصب عنه في الاوقات دي، في مظاهرات وفي قلق في الدنيا كلها. طب بص يا محمد، تاني حاجه الاستاذ اللي بيكلم حضرتك، ايوه انا عايزك ترد على الاستاذ محمد شعبان في نقطه ان الدوله عشان تحافظ على توفر البنزين لازم تغلي سعره، ايه رايك؟ بالظبط كده، الله ينور عليك. طب ما يسيب الدولار على سعره العادي، ما يقدرش يعمل كده، لان هيخرب بيته هو وهيخرب بيت الناس اللي وقت اللي معاهم فلوس وهتعمل. طب ليه؟ انا عاوز اعرف، في دوله الجيش اغلى منها، يعني الجيش عنده. طب ما تدخلناش بس في حاجه تانية محمد ما دخلناش في الجيش دلوقتي. الموضوع استروتام، خلينا بس نتكلم في النقطه دي. استنى بس، هو لو استنى بس بتاعت هسمعك، والله هسمعك، بس استنى ثانيه واحده عشان بس انت ومحمد شعبان دلوقتي تعملوا يعني نقاش مع بعض. هو بيقول لك استاذ محمد، بيقول لك ما فيش مشكله عشان يحافظ على ان البنزين موجود في البنزينات لازم يعلي السعر. انت ايه رايك في النقطه دي؟ لا طبعا. ليه بقى؟ هو غالي غصب عنه، هو غالي غصب عنه عشان القرض اللي هو عايزه، وهم قالوا له لازم تعلي، حتى الرئيس القش هيغلى، هيغلى شهر 9 غصب عنه عشان يديله القرض، عشان هو محتاج فلوس. يعني هو بينفذ شروط الصندوق اللي في البنك المركزي. نزل. طيب بشكرك جدا يا محمد. يا دكتور بشكرك جدا. معانا سعيد من مصر، اهلا بيك يا سعيد. سعيد من مصر، اهلا بيك يا سعيد. عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الو ايوه سعيد، انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الو يا سعيد، انت على الهواء.
طيب فقدنا سعيد. على كل حال أرجع لمحمد شعبان مرة تانية. يعني النقطة اللي كان بيتكلم فيها محمد إنه القصة مش في الأسعار العالمية زي ما أنت بتقول، ولا إنه هو عشان يوفر الخدمة لازم يرفع السعر، لا هو بيتكلم إنه السيسي أو النظام يعني ملتزم بالقرض بتاع صندوق النقد وعايز ياخد قرض تاني من صندوق النقد الدولي، وبالتالي هو لازم يرفع الأسعار لأنه مضطر لكده. إيه رأيك؟ ربطش دبك بصندوق النقد خالص. بتقول يا محمد؟ يا استاذ اسامه معايا كده يا فندم؟ سامعني؟ انا سامعك، اتفضل. بص يا استاذ اسامه، تعالى دلوقتي نقارن بين حاجتين بسيط جدا. نقارن بين استمراريه مشروع حياه كريمه في الدوله، ونقارن بين انه يثبت سعر البترول ويدفع الفلوس دي من جيبه عشان الناس تفضل مبسوطه. وقدامنا 50 مليون 60 مليون مواطن بيعانوا الامرين في بيتهم ومحدش حاسس بيهم ولا حد بيمد ايده لهم. الدوله النهارده دخلت جميع قرى مصر صرف صحي، ميه، محطات معالجه، بريد، مستشفيات، رصف طرق. مين عمل الكلام ده في مدار 100 سنه في مصر؟ محدش عمل الحاجات دي ولا حد اصلا سال في الناس دي خالص. طب هو محمد النهارده هو سؤال مفيش مشكله اقول لك بس حاجه، هو دلوقتي هيثبت سعر البترول ويدفع الفرق ده له كل مثلا شهر اللي بتقول 50 30 مليار جنيه ايا كان الرقم مدفوع من جيب، هياخد الفلوس دي من مشروع تاني احنا نستفاد بيه. يا محمد خلينا نتكلم مع بعض، بس خلينا نتكلم مع بعض. اللي بتقوله ده كويس، ودي يعني بتدعى انجازات. الناس بتقول انه لا الراجل عمل كل الكلام ده، النظام عمل كل الانجازات دي. لكن على المقابل يعني، طب هو لو كان بيعمل كل ده محمد وفي حياه كريمه فعلا، هي نسب الفقر بتزيد ليه؟ ليه البنك الدولي بيقول ان احنا 60% من الشعب المصري فقراء؟ ليه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول ان في 32 مليون مصري تحت خط الفقر وفي 6.5 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع؟ ايه رايك؟ دي مش رقم في الكلام ده، بس في نقطه هنا. انا دلوقتي محمد شعبان لو انا بجوز عيالي، لو انا بجوز عيالي وببني بيت، انا هربط على بطني، انا هتعب، انا مش هصرف جنيه رفاهيه ولا هصرف جنيه في الفاضي. انا هوجه كل فلوسي ان انا هبني بيت لعيالي، لحد ما ابني واخلص ابدا بقى افكر في الرفاهيه. نفس الكلام الدوله بتعمل ده، الدوله بتبني من صفر، هيفكر في ناس ده وعايز يبني دوله قطاعات، عايز 100 مليون يبص لهم ل 200 300 سنه قدام. يعني عادي ان الناس تبقى تحت خط الفقر، وانا من ضمن الناس اللي تعبانه وبدفع كهرباء غالي، بس شايف الناس تبقى تحت خط الفقر ولا ايه؟ ليه عادي ان اعداد الفقراء تزيد يعني عشان الراجل بيعمل دوله كبيره ولا ايه؟ بس عايز اقول لا، مش خلي بالك برضه، مش الزياده المرعبه اللي هي تخض واللي احنا خلاص بقى الناس نايمه في الشوارع، بلد فيها فلوس والناس كلها شغاله. خليك معايا محمد، خليك معايا، انا سعيد جدا انك موجود على الهواء. يعني 32 مليون ده عدد كبير يا محمد، ده تلت الشعب المصري. معانا مصطفى من استراليا، وماهر من ايطاليا، وجلال من لندن، وعمر من مصر. خلينا ناخد مصطفى كده نشوف لو ليه راي يعني او راي مخالف لمحمد شعبان. مصطفى اهلا بيك. ابو مصطفى السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. بقول لحضرتك ايه، هو عمال يقول بيبني دوله وبيبني دوله، بيبني دوله فين؟ بعماره الصرف الصحي اللي مضروب، بعماره النطر لما نزلت في اسكندريه خربت الدنيا، بعماره التعليم اللي اتهلك وطلعنا بره منظومه التعليم، بعماره الصحه الناس اللي بتموت على باب المستشفى، بعماره فين الدوله اللي بيبنيها اولا؟ ثانيا منين يغطي؟ يا ريت اقول لك منين يغطي. بلاش المشاريع الفنكوشيه، بلاش القصور الرئاسيه، بلاش البثغ اللي ملوش دعوه ملوش 30 لازمه، بلاش ال 3000 كوبري اللي عملهم، ما البلد كانت ماشيه من قبل ما هو ما يجي، ولا كنا احنا بنركب حصينه وما عندناش عربيات يعني قبل هو ما يجي. جميل، خليك معايا مصطفى. هرجع لمحمد طبعا، يعني ليك حق الرد، لكن معانا جلال من لندن. اهلا بيك يا جلال. عليك يا دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. انا مش هتكلم على المتوسط الدخل الفرد فرضا، هنتكلم عشان احنا عايشين في انجلترا. فاحنا هنا حضرتك يعني مستشفيات، يعني واحد تعب بيروح يعمل عمليه، غني فقير بتعمل العمليه ببلاش، هذا موجود في مصر. التعليم هنا ببلاش حضرتك، هنا لو الواحد يعني ما بقاش يشتغل الحكومه بتدفع له الفلوس الايجار كلها، وبتدي له اعانه اسبوعيا عشان لحد لما يلاقي شغل، حتى لو قال شغل لمده 10 15 سنه الحكومه بتفضل تدفع له الحاجات الضرايب، تدفع له ايجار البيت. هل ده موجود في مصر؟ بلاش حكايه المتوسط الدخل دي، حاجه بسيطه خالص، بس كلها خلصت على كده يعني، ما فيهاش في مصر خالص. جميل، شكرا دكتور جلال. ماهر من ايطاليا، اهلا بك يا ماهر. دكتور اسامه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا.
ألف مبروك على عودة البرنامج. الله يبارك فيك. طبعا زي ما الأخ اللي اتكلم قبلي أنا متفق معاه تمام، أنا عايش في إيطاليا هنا، ما ينفعش نقيس دخل المواطن في أوروبا ولا في الدول الخليج مع مصر، لأن إحنا كده في حاجات كثيرة بنغفل عنها. يعني مثلا هديك مثال بسيط، مثلا في إيطاليا الدولة أنا عايش فيها بقالي دلوقتي اتحصلت عليه طول السنة، وبيشوفوا الضرائب اللي أنت دفعتها للدولة، بيشوفوا عليك وبيرجعوا لك أكتر من 50% من كل اللي أنت دفعته للدولة طول السنة من ضرائب. دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي عنده زوجة هنا مثلا حامل أو دخلت المستشفى بيتابعوها طول مدة الحمل مجانا، وساعة الولادة بيتكفلوا بيها وبالطفل لمدة 3-4 أيام خدمة 5 نجوم. ابنك بيخش المدرسة من الصف الأول الابتدائي لحد الجامعة، مش بس ما بتدفعلوش فلوس، لأ ده كمان ممكن بيدوك منحة دراسية عشان عندك طفل بتعلمه في... هل ده كله موجود في مصر؟ يبقى لما تقول في مصر دخل المواطن 3800 دولار، ضيف عليها التعليم والصحة والدواء والأكل والشرب والدروس الخصوصية، هيطلع دخل المواطن في مصر سالب 3800. مش يعني احنا خارج الزمن يا دكتور أسامة. اللي بيحصل في مصر ده احنا خارج الزمن. وبعدين هيقول لي طب هو هيجي، في ناس بتقول طب هو السيسي عمل كده ليه؟ الله، طب ما يسأل نفسه هو ليه بيبني قصور وليه بيعمل طرق في الصحراء وليه طب بيعمل ما هو محمد شعبان من مصر ماهر بيقول لك لا، الراجل عمل انجازات، عمل شبكة طرق، عمل مبادرة حياة كريمة وجالي رسائل ردود عليها، عمل حاجات كتيرة جدا الحقيقة. طب ممكن اقول اخر حاجة يا دكتور أسامة لو سمحت؟ يا ماهر بتقول ايه؟ اقول اخر حاجة بس. اتفضل. الحاجات اللي عملها دي، اولا الاحصائيه اللي حضرتك وفريق القناه عملتوها بارك الله فيكم حاجه ممتازه جدا. لو لاحظت هتلاقي بنزين 95 من ساعه ما مسك السيسي لحد النهارده زاد 2 جنيه او 3 جنيه. انما البنزين بتاع الغلابه اللي بيركبوا التوك توك والسيرفيس وعربيه والعربيه البسيطه غلي من جنيه او من 80 قرش او جنيه ونص، غلي لحد يعني غلي 800%. جميل. العاصمة الإدارية والطرق اللي عملها بتفيد مين؟ طيب. بتفيد الناس اللي عايشين في الساحل الشمالي. بشكرك جدا يا ماهر. بشكرك جدا محمد شعبان، عشان بس يعني أنهي المكالمة ونسيب فرصة لناس تانية. الحقيقة جاية لك رسائل كتيرة جدا، ناس تقول لي اسأل محمد شعبان مرتبه كام، قل له إن حياة كريمة ماتت، اسأله عن الرشتات العلاج، اسأله عن المستشفيات. ومصطفى من استراليا قال لك نفس الكلام، يعني المستشفيات، التعليم، الكلام ده كله واقع متدهور في مصر. يعني ايه تعليقك محمد؟ عندي 30 سنة تمام؟ تفضل. أنا فندم؟ تفضل يا أنا حمد. أنا شغال كابتن في أوبر، مش شغال شغلانة بقى بحصل منها مبلغ محترم ولا الكلام اللي هو الطبقة المرتاحة والكلام ده. أنا واحد من ضمن المطحونين في البلد، بس أنا بلف بعربيتي يومياً جوه القاهرة وأحياناً بطلع خارج، شغلي في كل مكان في الدولة. أنكر ده أنا إزاي؟ أنا ما أقدرش أنكر اللي العين شايفاه. هكلمك عن حاجة بسيطة عندي أنا في الشرقية. في المحافظة عندنا في الشرقية، لما دلوقتي يكون عندي مستشفيتين، مستشفى عام في الأحرار ومستشفى جامعة الزقازيق، والدولة النهاردة تضيف 2 مستشفى كمان، مستشفى عند ميدان الزراعة ومستشفى في العاشر مستشفيات عام. أسأل بس سؤال، إيه رأي الناس في التأمين الصحي الشامل؟ التأمين الصحي الشامل ده معمول لمين؟ معمول لليبيا ولا معمول لإسرائيل؟ هو اتعمل أصلا؟ مش معمول لينا إحنا؟ هو اتعمل أصلا؟ هيتطبق في يوم؟ في أسبوع؟ عايز وقت وعايز يا راجل. بقاله كام سنة؟ بقاله كام سنة ما تطبقش إلا في جزء من بورسعيد؟ استنى بس، ما هو لو أنت بتكلمني الإنجازات بتاعت النظام ده بتديني مثال إنه التأمين الصحي الشامل، فدي مصيبة يا محمد. التأمين الصحي الشامل قالوا إنه هيعملوه مش عارف في 3 محافظات، ما طلعش من بورسعيد بقاله سنتين أهو، ولا جزء من بورسعيد حتى. يا فندم المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا جدا. سبحان الله جات لما الراجل جه يفتح ويبدا بقى المشروع دوت، يبدا بقى يبقى طيب. موجود ويبدا بقى يدخل محافظات كتير. جميل. فيه انا عايز اشكرك محمد، وعايز اشكر مصطفى من استراليا، شاكر جدا للنقاش ما بينكم. معانا عمرو من مصر، اهلا بيك يا عمرو من مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا عمرو. طيب كل عام وانت طيب يا دكتور. وانت طيب. الو يا دكتور، معاك يا عمرو، انت على الهواء، اتفضل. انا بقول للاستاذ محمد شعبان، ايوه مع حضرتك، انا بقول للاستاذ محمد شعبان يعني بالراحه علينا، بالراحه علينا، بلاش فتحه الصدر اللي ملهاش لازمه دي. احنا عايشين جوه مصر وعارفين حياتنا ماشيه ازاي. اوبر مين؟ انت بتركب معاك مين في اوبر؟ انا واحد من الشعب وما اعرفش اتصل باوبر.
يعني اوبر اللي انت راكبها انا ما اعرفش اركبها ولا واحد من الشعب. مطحون طن الحديد بقى بكام الف، طن الاسمنت بقى بكام الف، وانا راجل معماري بقى لي سنه ونص ما اشتغلتش. بلد ايه اللي تتطور؟ حياه كريمه ايه دي؟ حياه سوداء على دماغه ودماغ اللي جايبينه. فين الحياه الكريمه اللي بقول عليها؟ يا دكتور بلاش تدخلنا الناس اللي بتضلنا دي. والله يا عمرو الدنيا دي بلاش ندخلها لنا. والله انا مش بدخل حد كلمة. والله والله العظيم الخط مفتوح ليكوا كلكوا، اللي بيتصل بنستقبله يا جماعه. يعني انا مش بدخل حد اه بقول لحد اه وحد لا، انتوا كلكوا اللي بيتصل بيبقى موجود معانا. دكتور يحرق دمنا. طيب ماشي، انا بشكرك جدا يا استاذ عمرو، بشكرك جدا. وانا مقدر والله، يعني مقدر ان في ناس طبعا هتبقى متضايقه من الكلام. معانا طارق من مصر، اهلا بيك يا طارق. يا دكتور اتفضل يا طارق. اهلا وسهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الو يا طارق. الو انت على الهواء طارق اتفضل. انا يا دكتور الله يكرمك. يا دكتور الحق الله يكرمك. انا بس اقول لمحمد لو بيتكلم ده. الو طيب شكرا لك يا طارق من مصر اشكرك. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. طيب ابو حمد من مصر اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. انت حضرتك عاوز تسال ايه اخبار زياده اسعار البنزين؟ وانا اظن لحضرتك حاجه، هل النظام ده نظام ده جه بطريقه ديمقراطيه؟ النظام ده نظام ايه؟ انقلابي. يعني نظام انقلابي يعني دي عصابه. العصابه دي هتفضل اصلا كل شويه 80% من ايرادات الدوله ضرائب. هتفضل طول ما الناس دي عايشه هتفضل ترفع كل شهرين ثلاثه هترفع البنزين. فاهم؟ الفساد في كل حته. بص كده لخدود السيسي اللي لظلظت وقرعته اللي نصفت. ها راجل الجربوع ده كان جاي عامل ازاي؟ كان واقف في صوره واقف ورا جنب وزير الشباب والرياضه، يعني كان ده راجل جربوع، راجل حرامي صهيوني حاطينه. طيب تتوقع ان الراجل دوت اصلا جاي يعمل فايده للبلد؟ كلام مش منطقي. فاهم انت؟ هو اصل النظام ايه؟ اصابه بس البلد. والجيش يسال، قيادات الجيش الشريفه تسال، سايب واحد زي ده اصلا يعمل كده في البلد. بشكرك ابو حمد من مصر، وطبعا بتحفظ على الالفاظ اللي اتقالت، وانا قلت الكلام ده من الاول خالص. اتكلموا زي ما انتم عايزين بس بلاش شتايم، لان هضطر اتحفظ على اي شتيمه تتقال على الهواء لاي شخص حتى لو كان عبد الفتاح السيسي. احمد من مصر اهلا بك يا احمد. دكتور اهلا وسهلا. للاسف هو يعني للاسف السيسي بيدير البلد كانه بيدير شركه، يعني هو ما بيفرقش بين الدوله والتاجر. هو بيعاملنا كتاجر عايز يكسب. بس هي دي نظريته في اداره الدوله. طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا ليك احمد من مصر. معنا عماد من مصر ايضا، اهلا بيك يا عماد. حضرتك يا دكتور اسامه اهلا وسهلا. هو حضرتك انا يعني كنت مراهن، طبعا مش مراهن بمعنى مراهن، يعني مراهن اليومين اللي فاتوا دول ان هيحصل زياده في اسعار البنزين والناس واكله اللحمه وفي العيد وقبل ما ينزلوا على شغلهم ويتقابلوا في المواصلات وتحصل الشدات اللي ما بين الناس والسواقين اللي معروفه دايما بفتره ارتفاع البنزين. وصدروا لنا ايه بقى قبل ما يرفعوا البنزين والناس نايمه في البيت بقى في العيد؟ مصدرين لك شواطئ اسكندريه كلها زحمه فل، شواطئ مرسى مطروح كلها زحمه، حفله عمرو دياب والناس مليانه ومنورين الابراج بتاع العالمين، مع ان المفروض يقتصدوا من هم عاملين الحفله عشان يورونا الابراج. يعني بيقولوا ان الشعب معاه فلوس. الشعب موجود في المصايف، زي ما حضرتك كده عرضت من شويه لما بيقول له يا مهندس طارق زود ده 10 15 واحد بيعملوا مش عارف ايه كيكي، عشان 10 15 واحد زود. ففاكرين ان الشعب كله بيصيف والشعب كله مرتاح. ففي الغفله دي بقى احنا ننتهز الفرصه ونزود البنزين ويكونوا نسوا لحد يوم الحد. حضرتك عارف ان الشغل مش هيبدا غير الحد. ايوه. فتكون الناس نسيت بقى وما يتكلموش في الموضوع ويعدي الموضوع عادي.
نيجي نقول بقى للأخ محمد شعبان اللي بيقول ما هو بيوفر من الدعم بتاع البنزين عشان يصرفه على حياة كريمة. لا، هو ما بيروحش حياة كريمة، ما احنا شايفين ما فيش حاجة الحياة كريمة، ما فيش أي معالم ليها، واحنا مش عايشين في البلد وشايفين. احنا مش بنعدي على قرى، مش بنعدي على طرق. الطرق اللي احنا بنعدي عليها دي بيسيبوا حتى التصحر، الرملة بتعبي اليوتيرن العلوي اللي اتعمل مليان رملة. ما فيش يعني اتعملت حتى بدون أي تخطيط، واخد بس عادتك. فهي فلوس بتترمي، هي قالوا له خد فلوس وبس ارميها في الأرض، اللي هي بيسموها في الاقتصاد مشاريع الأفيال البيضاء. طيب، خد فلوس. بشكرك عماد، بشكرك والله على المداخلة جدا، وبأمانة سعيد بالنقاش معاك، نقاش يعني مثمر وعلى مستوى عالي من الثقافة والفهم. بشكرك جدا. معنا أبو أحمد من النمسا، أهلا بيك. أرجو الاختصار في المداخلات لو سمحتوا. أبو أحمد أهلا بيك. طيب، أبو أحمد من فرنسا، أهلا بيك. وعليكم. عليكم السلام. مبدئيا بس أنا أتكلم بالنسبة للأخ شعبان رمضان، أنا متأكد أنه ما بيكذبش. المصيبة أنه هو مصدق، أنا متأكد أنه هو مصدق اللي بيقوله، مش بيكذب. الحاجة الثانية الخاصة بالأسعار، أنه لو عرف السبب بطل العجب. الراجل قال انا ما كانش لا ليا رغبه ولا اراده حكم مصر. الراجل جاي بمهمه والمهمه تمت فعلا. فالخراب حل في كل مكان، فلازم يرفع اسعار ولازم ينكر على الناس، لانه ما فيش حل تاني. المهمه وصلت، المهمه اتحققت، فما فيش دخل، ما فيش اي انتاج في البلد اتعطلت. يعني انا من 2013 كنت كتبت كلمة بقول إن هو ما أتى ليحكم، بعد ما شفت الأحداث حواليا قلت ما أتى ليحكم بل ليدمر. وشفنا الدمار، دمار خارجي وداخلي. شفنا مية راحت، جزر راحت، مصانع اتقفلت، الديون. والديون ده أنا عايز أتكلم فيها، يا ريت يا دكتور تركز في الموضوع ده. حاضر. الديون أنا على يقين إن الديون الضخمة اللي اتحسبت على مصر هي اتحسبت على مصر، لكن ما دخلتش مصر. لو دخلت طب راحت فين؟ حد يقول لي راحت فين؟ مئات المليارات اللي دخلت قروض او منح او راحت فين؟ انا متاكد انها ما دخلتش، بس اتسجلت علينا. سجلت علينا ليه؟ لانه الغرب اللي هو صاحب او الناس اللي هم اصحاب المصيبه في مصر عارفين انه اجلا او عاجلا الثوره هتتم والناس هترجع والبلد هتصحى تاني. بشكرك جدا احمد من فرنسا، بشكرك والله جدا، برضو مداخله راقيه جدا. انا والله سعيد من مستوى المداخلات، حتى يعني ما شاء الله الواحد بيتناقش معاكم زي ما يكون بيتناقش مع خبراء اقتصاد او خبراء في موضوع الطاقه والبنزين والحاجات دي. انا فعلا بستفيد جدا من الفقره دي، وبستفيد جدا من المداخلات، ومش كتير بحب ان انا اقاطع الناس اللي بتتكلم، بحب انك توصل الفكره كلها، لان الحقيقه في نقط مهمه وقيمه وعلى قدر عالي من الوعي الحقيقه بتتقال. معنا يوسف من المانيا، اهلا بك يا يوسف. السلام عليكم دكتور اسامه. عليكم السلام، اهلا وسهلا. صوت ضعيف، انا مش سامع الحقيقه. انا سامعك كويس جدا، اتفضل. انا مش سامع ضعيف. احنا عايزين نسمعك. خير ان شاء الله، انا اقول لحضرتك سامع يبقى كويس. طيب يا استاذ دكتور اسامه، يعني من زمان لما كنا بننزل مصر ونزور مصر كنا فعلا بنلاحظ ان الناس مرتباتها ضعيفه فعلا، وكانت العيشه صعبه، لكن رغم ذلك كانوا عايشين. وده بسبب ان كان الدولار والعملات الاجنبيه كان سعرها مناسب مع الجنيه. لكن دلوقتي بعد الانقلاب لما عوم الجنيه وبقت ظروف الناس طبعا زي الزفت، لكن ما فيش اي مساعده من الدول. يعني هنا في المانيا لما الواحد ظروفه ما تكونش مظبوطه او ما بيشتغلش او بيدخله بسيط، الحكومة الألمانية بتساعده، تدفع له ثمن السكن، تدفع له الكهرباء، تدفع له التدفئة، الأولاد بتدي لكل واحد من الأولاد مساعدة شهرية. عندنا التأمين الصحي، يعني احنا كلنا متأمنين صحية، نروح لأكبر مستشفى وأكبر دكتور في ألمانيا ببلاش، لأن متأمن علينا تأمين صحي. أنا بسمع في مصر من بعض الأصدقاء زوجته أو أمه عايزة عملية بتكلف مئات الآلاف، ومش لاقيين، حتى هم مش لاقيين يأكلوا عشان يدفعوا ثمن العملية. فهذا النظام نظام انقلابي، نظام خرب البلد وجوع العباد وجوع الشعب وجوع الدنيا كلها. يوسف من ألمانيا. محمد من مصر، أهلا بك يا محمد.
ايوه فندم. اهلا وسهلا دكتور اسامه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. والله يا دكتور اسامه انا مهندس شغال في مجال النسيج، اقسم بالله الذي لا اله غيره، انا عندي 5 ابناء من الجامعه للابتدائي، انا كنت بعيش في رغد من العيش، عندي ابناء يعني عندي جامعه تعليم خاص، اقسم بالله انا دلوقتي حامل هم ان انا اكمل مع اولادي. مصانع النسيج كلها قفلت، قطاع النسيج تدمر يا دكتور اسامه، الراجل ده هيودينا لفين؟ هي موته واحده بقى خلاص، ما عادش هنعمل ايه؟ والله 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 انا للاسف بشرب سجاير، انا بقيت احمل هم ان انا اجيب علبه سجاير، رغم ان انا في حياتي يعني من 30 سنه عمري ما سالت مراتي انت معاكي فلوس كام، يعني الفلوس كتير والخير كتير وعايشين كويس جدا، كل سنه بنروح نصيف، والله العظيم ثلاثه كل ده انتهى، احنا عايشين في كابوس يا دكتور، احنا عايشين في كابوس، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا عايزين خلاص من الراجل ده، الراجل ده هيدمرنا. مشكورك جدا يا محمد من مصر، معانا هبه من مصر، اهلا بيك يا هبه. اهلا يا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك برد بس على استاذ محمد شعبان، عشان انا حاسه برضه هو صعبان عليا، حاسه ان هو مش فاهم ان دلوقتي في اولويات، هو بيقول في حاجات كريمه، وانت لو عندك عيلين وعندك بيت هتيجي وامكانياتك قدك، هتيجي اول حاجه هتهتم بعيالك وتصرف عليهم في التعليم واللي يعيا تعالجه وتاكلهم كويس والحاجات دي، ولا تروح تستلف عشان خاطر تبني لهم دور تاني وتعملها شقه دوبلكس وتوسع في الحاجات ديت، انهي فين الاولويات؟ هو دكتور مصطفى محمود قالها كلمه حكمه، ان الدول اللي فيها انقلابات دي بالنسبه للدول الثانيه احنا هنبقى بالنسبه لهم قرود، وده انا استاذ حسام من امريكا وفي واحد من المانيا وواحد من ايطاليا بيحكوا عن تفاصيل عندهم في البلاد عندهم، انا اتحصرت وافتكرت على طول الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه لما قال احنا هنبقى قرود بالنسبه للناس دي، وده اللي حاصل فعلا. اشكرك جدا استاذه هبه من مصر، معانا علاء من مصر، اهلا بيك علاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا رب. يا دكتور يعني الناس اللي بتتكلم زي محمد شعبان او الشعب لازم يفكر، احنا البلد غير الديون ديت يعني هتعملها الاجيال اللي جايه دي، يعني احنا حتى الاطفال قبل ما يتولوا ما يعني يتحملوا كل الديون ديت، فرحانين بس بشويه طرق وشويه كباري، وبعدين طب هل المشاريع اللي اتعملت دي هل توازي كل الديون اللي اتحملتها مصر دي؟ هل فرحان لي بس طب ده هو بيتكلم هو وولاده وولاد ولاده هيدفعوا في الديون ديت، وممكن مصر تتعرض لافلاس ويحصل فيها ما لا قدر الله، ما يعني العقليه ازاي والشعب بيعاني، هياكلوا الكباري ولا هياكلوا الطوب؟ الناس لازم تعيش الشعب قبل ما تبني لها طرق وتبني لها كباري، وبعدين مغرق البلد في ديون لا حصر لها، مين اللي هيدفع الديون دي؟ انا بشكرك يعني جدا يعني بشكرك جدا علاء من مصر، بشكر كل اللي شاركوا معنا الحقيقه في حلقه النهارده في الاتصالات وفي الرسائل، حلقه غنيه جدا وموضوع بيمس كل المصريين زي ما قلت، وكنا متوقعين والله انها هتبقى ساعه ساخنه يعني من التعليقات، لان الحقيقه كل حاجه هتغلى، الله يكون في عون حبايبنا وقرايبنا واصحابنا واهلنا في مصر. واخر كلام النهارده هيبقى مختلف شويه، هو يعني جمله واحده 3 مرات، ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري. تصبحوا على خير.